للاطلاع أكثر على تطورات الوضع في ريف دمشق ينضم إلينا بلال أبو صلاح مراسلنا هناك. بلال مرحبا بك. مجمل هذا الأسبوع أحدث الأبراز التي طرأت في الريف الدمشقي ما هي؟ نعم مؤمن، تحية لك ولجميع المشاهدين. حتى هذه اللحظة خلال هذه الأسبوع الحدث الأبرز في دمشق وهو الاتفاق الحاصل لإخراج الأهالي والمقاتلين والزبداني إلى الشمال السوري مقابل إخراج أهالي كفرية وأفوحة في الشمال السوري المحاصرتين من قبل المقاتلين، بالإضافة إلى أن هذه المنطقتين في الريف الدمشقي محاصرين من قبل النظام السوري وميليشيا حزب الله اللبناني. حتى هذه اللحظة خروج الأهالي والمقاتلين من مدينة مضايا، تم البدء بعملية الإخلاء. حتى اللحظة خرجوا من مدينة مضايا فقط البند أو المرحلة الثانية إخراج المقاتلين والأهالي. حتى لحظة 2300 مدني خرجوا من مدينة مضايا بانتظار إغلاق الدفعة الثانية، ويعتقد أنها ستنطلق يوم غد من مدينة الزبداني، حيث سيكون مجمل عدد الخارجين من هذه المنطقتين 3150 و3200 مدني مع مقاتلين في هذه المنطقتين، بالإضافة إلى حملات النظام الذي يشنها على الغوطة الشرقية العاصمة الشرقية. حيث نعم بلال، بالنسبة لتقدم المعارضة على من الجهة الغربية لمدينة حراسة، ما طبيعة هذا التقدم وما أهميته أيضا؟ نعم، دارت صباحا اليوم اشتباكات بين مقاتلين وقوات النظام على جبهة حراسة الغربية، معارك كانت هناك كر وفر. حتى هذه اللحظة لم يتم إعلان أي سيطرة على نقاط جديدة أو النظام تقدمه على نقاط جديدة للمقاتلين. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تقدم إحراز تقدم من كلا الطرفين في هذه الجبهة، لكن الاشتباكات كانت عنيفة جدا صباح هذا اليوم. ترافق هذا مع 3 غارات للطيران الحربي على حاسة، بالإضافة إلى عدد كبير من القذائف المدفعية وصواريخ الأرض التي استهدفت نقاط المقاتلين في هذه الجبهة. شكرا جزيلا لك بلال أبو صلاح مراسل قناة دار الإيمان في ريف دمشق.